طبعا مساحتنا الاخيره زينب دائما عم بتكون مخصصه للانجاز والابداع السوري، واليوم تحديدا هي المساحه حتكون جدا مميزه مع العداء السوري الرياضي اللي سجل كثير من الالقاب في بطوله العالم في سباق الصحراء المغربيه بعام 2013 لمسافه 250 كيلومتر، والمركز الثاني في بطوله العالم لسباق الصحراء العمانيه لمسافه 165 كيلومتر أربع مرات متتالية، والمركز الرابع في ماراثون النمسا الدولي لمسافة 75 كيلومتر، والمركز الثالث لسبعة أعوام في سباقات الماراثون يلي أقيمت في سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى. أكيد كثير من الإنجازات الأخرى، لهيك اليوم معنا العداء الرياضي عماد بركات لحكي لنا عن أهم التحضيرات وأيضا شو الجديد عنده. يسعد صباحك، الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، وصباح الخير حماة الديار، وصباح الخير للجيش العربي السوري. من أربعة أيام وصلت إلى دمشق وجايين بشغلة كحدث عالمي إن شاء الله العام القادم بمناسبة انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب إن شاء الله. الحدث حيكون الجري من سلوفاكيا لساحة الأمويين إن شاء الله. حلو، يعني هي المسافة الطويلة قديه بدها تحضيرات وقديه بدها تعب وقديه بدها تمرين، فخبرنا عن الإجراءات اللي عم بتقوم فيها حضرتك، وطبعاً لك الحمد لله على السلامة يعني بس الله يسلمك أربعة أيام واصل. الله يسلمكم. طبعاً هذا الحدث أول شيء مكلف جداً، وثاني شيء بده تحضيرات. انا من اربع سنين عم حضره لهذا الحدث، لانه جري حوالي شهرين، يعني حوالي 2800 2900 كيلومتر، يعني سباق صعب، عفوا مغامره صعبه كثير كثير، وعم نحضر له ان شاء الله بشكل علمي وراقي لسوريا ان شاء الله. وطبعا انا بتشكر الاستاذ فراس معلا، من يومين استقبلني وقال لي انا جاهز للدعم. طبعا بتمنى من الشركات السوريه ومن رجال الاعمال اللي بسوريا انه يرعوا هذا الحدث، لانه حدث مكلف جدا والحدث على مستوى العالم. يعني نعم، كان كثير عملت من الانجازات، حققت كثير من الانجازات والمغامرات واخذت ميداليات. اهميه هي المغامرات مثل ما بتسميها انت، بالنسبة لك مغترب يعني أهمية هالإنجازات وخاصة أنك عم تلف عالم سوريا كمان، فخبرنا عنه. طبعا كرمت من 72 دولة في العالم باسمي باسم العلم السوري، طبعا إنجازات على مستوى عالي جدا بكل أصقاع الأرض. طبعا هاي السباقات اللي بشارك فيها من اسمها الألترا ماراثون، يعني من فوق الماراثون، من ال 60 كيلو لل 165 حتى ال 250 كيلو بالصحراء المغربيه والصحراء العمانيه. طبعا وسباقات الجبال الألب بسويسرا وبايطاليا وبفرنسا، وانجازات كبيره كثير كثير لا تحصى. حلو، قد ايه بدها هي المشاركات وهذا الفوز اللي عم تحصده حضرتك اليوم، قد ايه بده يمكن لياقه بدنيه كثير كبيره واسلوب حياه منظم صحي كامل؟ المشاركات يلي بتعتبرها حضرتك صعبه، كيف حضرت لها وكيف قدرت تجتاز كل هي السباقات؟ انسي كل سباق له تدريبه الخاص، مثلا مثل تختلف المسافه؟ طبعا مثلا مثل سباق الصحراء بعمان 165 كيلومتر، لازم يكون عندك تدريب خلال سنه حوالي 4000 كيلومتر تدريب. اذا ما عندك تدريب بهالمسافه هي مثلا يعني 3500 4000 لا يمكن تعدي هذا السباق، لانه سباق صعب وخطر جدا. طبعا بدها تكون درجه الحراره 53، وطبعا حاملة على ظهرك الأكل والشرب وكل شيء، يعني حوالي 8 كيلو جرام. لحالة عبء ثاني كمان. طبعاً طبعاً، خاصة وشوب كثير ورمال، عم تركدي أنت رمال صحراء متحرك، يعني طبعاً بدها جهد كثير وبدها تعب كثير يعني. نعم، طب شو أهم يمكن خلينا نحكي عن الصعوبات اللي عم بتواجهها كعداء بعدة مناطق، خاصة عم بتروح من مناطق مختلفة؟ طبعا عم اطلع على جبال الألب، طبعا خطره جدا جدا، حوالي 4000 متر فوق سطح الارض، وطبعا كلها صخور وفي حبال، بدك في ناس بتساعدك من فوق، وخطره جدا. يعني انا لو ما متعود عليها
ورحلة يعني كنت أعديها مرة ومرتين وثلاثة، يعني صعبة جدا، وخاصة بسباق الصحراء بعمان كمان موت، يعني موت أحمر يعني أنسي، ولازم الواحد يكون عنده تدريب قوي جدا وتحضير على مستوى عالي جدا من فيتامينات، من أكل، من نوم بكير، يعني لازم الواحد يكون جاهز على طول. يعني شو السر خلاك تتجه لهذا النوع من المغامرات رغم الصعوبه اللي عم تحكي فيها حضرتك، وهي الصعوبات اللي يمكن احنا نشوفها يمكن بشكل مبسط مقارنه بحضرتك اللي يمكن كثير عانيت لحتى قدرت توصل لهون؟ طبعا انا مغترب، صار لي 27 سنه بسلوفاكيا وبدور حول العالم من هالسباقات، وثاني شيء انه عم احمل رساله الى العالم كله انه سوريا موجوده والعالم السوري موجود وحماة الديار موجود، و يعني نحن عم نقدم رسالة للعالم كله ان نحن سوريا يعني حضارة، وسوريا يعني احلى بلد بالعالم. يعني نعم، بمهمتك الجديدة من سلوفاكيا لساحة الامويين شو هدفك؟ والله هدفي انه ان شاء الله وصلت خير وسلامي، لانه يعني مسافة كبيرة يعني، وهدفي انه يعني طبعا هذا الحدث بدنا نهديه للجيش العربي السوري حماة الديار ولكل انسان يحب وطنه. نعم، يعني رسالة كثير مهمة، وخاصة انه عم ترفع علم سوريا بأكثر من بقعة بالعالم، تقول انه نحن السوريين موجودين وين ما كنا طبعا بأي موجودين مكان. و يعني فخر لكل العالم انسي انه السوريين موجودين بكل اصقاع الارض. هلا الشيء اللي كثير حلو زينب عم نشوف هذا النفس اللي كلياته حب لسوريا، 27 سنه يمكن ما نستك ابدا، حياتك بسوريا وحتى الذكريات واهلك وكل شيء موجود فيها، هذا شيء كثير حلو، ونحن كثير اكيد بنشوف حالنا فيه انه في اشخاص رغم الاغتراب ورغم بعد عن الوطن والحرب، اللي كثير من الاشخاص يمكن هاجروا بهي السنوات الطويله اللي عم نعيشها اللي هي صعبه، لكن بالرغم من هيك رغم صعوبتها حضرتك عم ترجع عليها ان كان بزياره وان كان بتحضيرات وان كان حتى بمسابقتك الاخيره. نحن كثير سعيدين فيك عماد. تسلمي كثير كثير. في حاسه صغيره انا بحب اذكرها. تفضل. بتعرفي عندنا ماراثون، اقدم ماراثون بالعالم، عمر الماراثون 94 سنة، بقى بيجوا كل عدائين العالم على هذا السباق، بقى أنا كل سنة معروف أنه حامل العلم والعلم موجود بكل الأعلام المشاركة، يعني والله الرئيس السلوفاكي بيكون موجود يعني بيطلع فيني هيك العم هذا يعني أنه حامل العلم وبتعرفين بكل العالم ضد البلد يعني كذا، والله سألني قال لي ممكن أسألك سؤال تفضل، قال لي كل هالعالم اللي باوروبا بسلوفاكيا انه يعني هالعلم انه قلت له هذا العلم الصحيح لسوريا. حلو. ونحن موجودين يعني. قال لي انا بنحني لك يعني وكرمني احلى تكريم يعني بمناسبه هذا العلم. اكيد بمناسبه هذا الحب والانتماء لبلدك سوريا. نحن بنتمنى لك عماد التوفيق بمهمتك الجديده او مغامرتك الجديده، وان شاء الله دائما علمنا الغالي بضل عم يرفرف هيك بهمه اللي عن جد اللي عندهم هالاصرار فراح واللي عندهم هذا الحب لسوريا. بتمنى لك التوفيق وشكرا. شكرا. لوجودك معنا. ميرسي كثير. شكرا. كل التوفيق لك عماد، نحن ناطرينك ومنشجعك كمان ومنشوف حالنا فيك، وبدي اتمنى لك هي الرحله يمكن اللي وقتها شوي قليل بسوريا ان كان باللاذقيه او حتى بالشام كون مبسوط كثير فيها، واكيد ناطرين منك الفوز مثل ما تعودنا عليك. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى انه من يعني الشركات انه ترعى هذا الحدث لانه حدث مكلف جدا، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا.